الصراع الأزلي بين جبهتي الحق والباطل هي المبادئ التي عبر عنها العرض المسرحي أرض الشمس، خطوة فنية جديدة تعيشها سوريا بعمل إيراني سوري لتجربة مسرح الهواء الطلق في منطقة السيدة زينب. هذا العمل المسرحي التاريخي يتحدث عن تاريخ هذه المنطقة منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا. يتميز هذا العمل بأنه يوثق المراحل التاريخية التي حدثت في هذه المنطقة، ويبين لهذه الأجيال الموجودة هنا مدى أهمية هذا التاريخ، تاريخ آبائه وأجداده وهذا الإرث العظيم الذي يمتلكه. هو عرض يعني للواقع اللي احنا عايشينه، حاولنا نجسده من الماضي وقتنا الحاضر، ونتمنى أن تضل المحبة قائمة في قلوبنا بين جميع العالم، ما نلجأ لموضوع الطائفية أو أي شيء يتعلق بهذا الموضوع. العرض يستخدم المكان محيطاً بالجمهور ومستفيداً من الإضاءة والتمثيل الواقعي وكاسراً حدود المسرح التقليدي. العرض المسرحي أرض الشمس عرض رائع جدا، يتكلم عن بداية الخلقة ثم بعثة الأنبياء، ويتكلم عن الصراع الأزلي بين الخير والشر حتى يصل إلى الأزمة السورية، وصراعنا مع يعني أوباش العالم اجتمعوا من كل أصقاع الدنيا لحرب هذا البلد، لمواقفه الشريفة ولدفاعه عن حقوق الفلسطينيين وغيرهم. عمل سينمائي ضخم جدا يبرز أدوار الإنسان، يعرج على الأحداث الكبرى التي تظهر فيها عنصر عظمة الإنسان من جهة، وعنصر عظمة الشيطنة من خلال دور الشيطان والعداوة للإنسان من جهة أخرى. كان العرض جميل جدا، حلو، معبر عن مسير حياة الإنسان من أول خلق الإنسان إلى يومنا هذا، وكان العرض بيحكي عن شيطان فعلا، أنه هو اللي كان سبب في الصراع بين الحق وبين الباطل، وبالنهاية لابد أنه ينتصر الحق. المسرحية تؤكد على الإنجازات والتضحيات التي قدمها الشعب السوري وصولا إلى الانتصارات التي حققها بالحفاظ على أرضه وهويته.